لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم شكلنا ايه. احنا هنكمل مع قدس ابونا داود في الاسئله اللي بديناها الحلقه اللي فاتت، وانا شفت قد ايه انها مشبعه وكنا محتاجين لها. يا ريت ابونا يعني بكرمه يزود الحلقات دي زي طلبكم في اجابه الايميلات. النهارده هنطرح بعض الاسئله عليه وهنسمع الرد ان شاء الله. اهلا بيك يا قدس ابونا في البرنامج، وانا عارفه ان انا تعبتك المره اللي فاتت، لكن احب استكمل بقيه الايميلات. في حاجات يعني لفت النظر دلوقتي زي الزحمه في الكنيسه ووجود الناس بكثره، وده يوحي بان الدنيا كويسه مع انها مش كويسه زي زمان. يعني الفضائل انا اعتقد ان اهالينا كانوا اكثر صدق مننا في تدينهم. أنا مش عارفة إيه اللي أدى لكده، لكن ملحوظة كبيرة قوي إن كل الناس بتروح والكنائس الأجاديس زحمة وفي اجتماعات بتتحضر، لكن التغيير اللي بيحصل في الفرد مش عارفة نتيجة إيه. يا ترى صح الظاهرة دي؟ يتهيألي معاكي حق، لأنه فعلا زمان ما كانش حد دريان بكيهك بالبصخة بالعشية بالظبط. حفظنا دلوقتي، دلوقتي الناس كلها بتحضر، الناس كلها زحمة، لكن في المقابل ما نقدرش ننكر ان الكذب زاد، الخلاعة، الإدانة، عدم المحبة زادت. انا مش عارف السبب، هل الميديا، لانه برضو النهاردة خلال السنوات الاخيرة تطور التكنولوجيا والميديا فتح العالم علينا فتحة خلتنا مش عايشين طبيعي، يعني يجوز ده سبب. سبب تاني دخول قدوة المرائين. يعني ايه؟ اصبح ممكن يبقى شماس كبير عاجبه انه يقود او يبقى صوته عالي، لكن سلوكه بره وحش، فاللي بعد منه خد منه نفس، يعني دي نقرة ودي نقرة. فكان زمان التقي تقي في بيته في الشارع وفي شغله في الكنيسة. دلوقتي وجود أمثلة سيئة زي ما حصل في زمن المسيح، في نسبة من المرائين لدرجة ربنا يسوع قال لهم اسمعوا كلامهم بس ما تعملوش زيهم. يبقى واضح ان في قدوة سيئة موجودة، قدوة بعض المتدينين بس بشكل سيء. ان تلاقي مثلا سيدة في الكنيسة تحسيها ملاك وبرة متعبة جدا في علاقاتها. فطبعا كل اللي عارفينها ممكن يكرهوا الكنيسة بسببها، لانها طول الوقت في الكنيسة او بتتكلم كأنها يعني ملاك من السماء. فالثنائية دي أو المراءة أو الوشين تعبين الناس كتير. هي في رأيي حلها مش أن نقول للناس بطلوا وتقللوا الكنيسة، بس هي حلها إحنا نزود وعظنا عن السلوك المسيحي، مش عن الطقس بس وعن الصلاة بس، لا المحبة بقى، التواضع، الأمانة، الحاجات دي كل ما نزود فيها الكلام، لأن ده تعليم المسيح، نعمل التوازن الطبيعي. الحاجة التانية ان احنا نرفع اسهم الناس اللي ماشية صح، الاتقياء بجد، بحيث يبقوا دول القدوة المظبوطة قدام الاجيال، ان الشخص الامين قوي في شغله هو ده اللي نحطه امين خدمة، مش لانه حافظ كل التسبيحة، دي تيجي في المرتبة التانية، لكن امانته في العمل واستقامته في الحياة تضمن لي انه ده هيبقى شخص امين كمان في شغل ربنا. فعاوزة نوع من التوازن بين العبادة والسلوك، شكل العبادة يعني، وطبعا شكل العبادة دخلوا نوع من التطرف. ساعات الناس تطول قوي وهي زهقانة بس لعلة ان يطيلون الصلوات، فتبقى برضو في مشكلة. يعني حنانيا وسفيرة يا بونا، انا مش شايفة انهم كانوا غلطانين قوي علشان يموتوا في ساعتها. كلنا بنعمل كده، هو مجتمعنا النهاردة بيتباهى بان هو يظهر انه المعطي اللي بيصرف على كذا. يعني حاسه ان المسيح ادانا مثل
الإنجيل ادانا مثل بحنانيا وسفيرة عشان طبعا فكرة نمشي. العطاء بالإعلان ده عكس تعليم المسيح تماما يعني، والمفروض أن أي شخص بيطلع خير لازم يبقى حريص على الخفاء بقدر الإمكان، لأنه يعني أكيد التظاهر ده عكس اللي قصده المسيح، وقال لا تكونوا كالمرائين الذين يصوتون قدامهم بالأبوق عشان يحطوا حاجة الناس تتفرج. فطبعا الناس لما تفكر بالطريقة دي قد استوفوا أجرهم، يعني ضيع كل اللي عمله. فلو التعليم ده دخل دماغه لا، هيعرف انه عاوز يعمل حاجة ربنا يعملها من ورا الناس. يعني انا سمعت شابة بتقول لي انا بصلي في الشارع مني ربنا، لان انا بدخل الكنيسة مليانة ناس وانا عارفة كويس قوي بيعملوا ايه. قلت لها الكنيسة مستشفى. أيوة برافو. ما هياش مكان يجوز ان اللي انت شايفاه وحش دلوقتي ربنا هيلمس قلبه، لان الحياة حنطة وزوان، فالزوان ممكن يتعجم الحنطة. قالت لي لا انا مش موافقة، انا شايفة ان انا اعصرت من جوه الكنيسة، وبكل اسف من كاهن يعني انا ما رضيتش اعرف طبعا هو فين. انا حاولت ان انا اكلمها لقيتها مصرة نتيجة جرح فيها. فنقول ايه للناس دي يعني؟ يعني شوفي حضرتك، هو طبعا يعني لازم نحترم جرحهم، واللي اعصر في كاهن لازم كاهن تاني يحاول يصلح لغاية ما نفسيته تهدى. لكن بعض الناس تميل للمبالغة شوي، يعني أنا موافق أن في عصرات، المسيح نفسه قال كده لابد أن تأتي العصرات، ولكن ويل لمن تأتي منه العصر. بس في ناس عندها حساسية بزيادة، يعني يكون مثلا رايح يشتري حاجة، فلما يلاقي اللي قدامه مثلا مش عاوز يبيع يعتبره أنه طب حبيبي ما هو حقه، بس هو عنده هادي بتوع الكنيسة، هو عمل ايه غلط؟ فتلاقي ان في مبالغة في الحكم على الناس، او في الناس توقعات طبعا مبالغ فيها. بالظبط. فالتوقعات المبالغ فيها بتسبب عصارات مش حقيقية. فاحنا نراعي كل الاطراف، لكن لحياتك قلتي الكنيسة مستشفى، يجوز اللي لسه سلوكه بره وحش جاي الكنيسة بيتوب وبيقول له يا رب ساعدني اتعدل، فمحكومش عليه ازاي دخل الكنيسة وهو بيعمل كده. طب ما هو دخل الكنيسة عشان يتغير، بيحاول، فما افترضش انه دخل يمثل. مش كل اللي في الكنيسة ممثلين، لكن في كتير من اللي جوه الكنيسة مقتنعين بأخطائهم وبيحاولوا. انا قلت لها ان نعتبر ان الكنيسة دول لو 12 وفسد منهم يهوذا يعني في ناس تانية كويسة، مية في المية. انما الرؤية زي ما قدسك بتقول بتجنح للمبالغة الشديدة وعين يعيش فيها. ساعات كمان الناس تعمم، يعني عشان ماس وحش يبقى كل الشمام سوحش، كاهن غلط يبقى ادي الكهنة. برضو التعميم ده اسلوب يعني انسانيا مش مظبوط. ليه؟ لانه الناس مش زي بعض، ومش معنى خبرة معينة لازم تبقى هي دي اللي هشوفها على طول، لانه يعني ده ظلم برضو المجتمع الكنيسة ككل. لكن هي ظاهرة حقيقية، يعني أنا مش بدافع وبس، لا، اللي حضرتك ابتديتي بيه كلام مظبوط، الظاهرة موجودة. يعني يمكن نستعين بكلام غنجي عن أنه قال أن أنا حبيت السيد المسيح لكن أعصرت من تصرفات المسيحيين، ولأن الانفصال ما بين التعليم والتطبيق مسافة كبيرة، فهو ده اللي متهيألي ضاعفنا دلوقتي في الوقت الحالي. 100%. يعني أتمنى أن يكون في اهتمام، يمكن دخول الكاهن قل البيوت برضو يا بونا نتيجة الأعباء اللي عليه والزحمة اللي موجودة والناس كتروا، كان برضو دخلت الكاهن في البيت أن يفتح الإنجيل مزبوط ويتكلم ولو مرة كل شهر، كان ليها تأثير. بس فعلا الحصاد كتير والفعلة قليلة. أكيد طبعا. ويعني مرة كل شهر ده صعب جدا، لأنه كان زمان بيحصل كده. عمليا ما هي جزء في مناطق معينة، لكن في القاهرة الكبرى أو في المدن الكبيرة الأعداد غفيرة جدا. كمان غصبا عن الكهنة الجدد التركيز على الأطفال والشباب، يعني بالرغم من كل الشكاوى اللي بتيجي عندنا في الكنيسة عموما الكنيسة يعني، إنما ما زلنا بالنسبة لكنائس العالم من أنجح الكنائس في التعامل لسه مع الشباب والأطفال. يعني في كنائس أخرى غير قبطية في العالم فئة الشباب والأطفال اختفت، لكن احنا ما زلنا بنحاول بكل الطرق
انه العيال تطلع جوه الكنيسه وتتربى جوه الكنيسه ويبقى لها مسؤوليات، الشباب يلاقي نفسهم والمهرجان، لكن يعني التحدي مش سهل، العالم بيبلع جامد قوي. فبرضو نفسي الناس لما بتشكي من الكنيسه يعني تعذر شويه، انه يعني احنا شخصيا بنحاول ننبه نفسينا ككهنه، ارجوكم ادوا الاطفال والشباب اكتر ما تدوا للمسنين، مسنين ربنا فوق دماغنا وبركتنا، بس حبوا وخدموا. لكن اللي تجري وراه واللي بيتسرق مننا النهارده اكتر الشاب. فبالتالي ما هو المسيح قال لي سيب ال 99 واجري ورا الخروف الضال. طبعا مش بفترض ان كل الكبار جوه الكنيسه، بس اقل عرضه للخطوره اللي بيشوفها الشاب النهارده اللي العالم بيبلعه بسهوله جدا. يعني في بعض الدول انا لما بلف يعني تجاسرت وقلت للشعب ناس كبار ارجوكم خفوا على الاباء، خليهم يجروا ورا اولادكم. لكن تبقى ست مهاجره كل يومين عند ابونا تعبانه من الهجره، تاخد ساعه شكاوى، طب ابونا هيجري ورا اولادها امتى؟ ما هو اولادها هم اللي احوج. هي نفسيا تعبانه والوحده تعباها والغربه تعباها، بس اللي بيضيع في الوقت ده اكتر الشاب بقى اللي بيلاقي عالم جديد يبلعه. فبرضه الشعب لازم يبقى واعي، والكاهن واعي، والخادم واعي، ونبقى عارفين انه وسط جيل معوج وملتوي، يعني الجيل صعب، تضيئون بينهم كأنوار، يعني التحدي مش قليل على الخدمة. بس احنا اللي بننبه عليهم اللي بيبقوا موجودين جوه الكنيسة، في ناس برة من الشباب مش طايلينهم. يعني احنا ككهنة بينبهونا ما تبقاش مشغول 100% باللي قصاد عينك، بس في من ورا عينك ناس اهم، لانه ممكن انا ابتلع من اللي قصادي ابقى خلاص ما عنديش دقيقه افكر في حد بره. طب اللي بره ده وقع فريسه في الشيطان وهو ده الاحوج، وده اللي المسيح قاله، كان لواحد 100 خروف اضاع واحدا ترك ال 99 اللي قصاد عينه يعني، وذهب يبحث عن الخروف الضال. فهنا لما يلاقوا كاهن انشغل بفئه مش جوه الكنيسه المفروض يشجعوه، مش يقولوا له ابونا انت بتعمل ايه بتروح لمين. فيبقى ساعات هنا في حته شعبيه كده مش روحيه قوي يعني. طب نتنقل لسؤال تاني يا ابونا، المغالاه في المظاهر، اصبحنا كمسيحيين في تنافس شديد جدا في الافراح وفي الجنازات النهارده، بقى في نوع من البروتوكول في يعني برضه يبقى بمظهر معين ومين جه ومين الاسقف اللي حضر، والحكايه مظهريه بحته، بيخلي الناس بتقع في مقارنات وبيتعبوا. يعني تلقى الجواز النهارده اصبح مكلف مش لاقامه البيت، اللي حواليه من تكلفه في الفرح وفي الخطوبه وفي الشبكه وفي البيت والمظهر، اصل فلان عمل كذا، بنت خالتها جالها شبكه بكذا، نعمل ايه في المشاعر ديت اللي بتخلينا نبعد عن جوهر الامر ونمسك في شكلياته؟ شوفي حضرتك، في مبدا يقول امحوا الذنب بالتعليم، يعني بنرجع الناس تاني لاصول المسيحيه. هو الجواز ملوش علاقه خالص بحفله ولا زينه ولا فيديو ولا كل الكلام ده، الحقيقه ملوش علاقه بسر الزواج. فاحنا طبعا ابطلنا وصيه الله بتقليد الناس، بقى صوت الناس والمجتمع اعلى كتير قوي من اللي عمله المسيح في عرس قانا الجليل. فالتعليم المستقيم بيفوق على الاقل الفئه اللي عاوزه ترضي ربنا، بتبتدي ضميرها يتحرك. يعني انا شفت كابل قال احنا مش هنعمل غير زينه بسيطه جدا هيعملوها اصحابنا، وحسبنا ثمن الزينه والحفله طلع زياده عن ومبلغ كبير قوي، قال كل ده هنديه للفقراء. بدل ما نوفره لنفسنا قلنا عاوزين بركه ربنا في بيتنا، فالمبلغ الكبير ده كله هنوفره ويبقى هديتنا لربنا في اول جوازنا. ده تفكير روحي مظبوط. لكن غير اللي عاوز يتباهى يتباهى، اولا الناس ما بيعجبهاش العجب وما حدش بيخلص من الكلام، في نفس الوقت البهرجه الزياده دي ضد تعليم المسيح، لانه الجواز سر مقدس، عاوز صلاه، عاوز روحانيه، عاوز حب حقيقي. لكن وده مجال لتنازلات، يعني الافراح دي بيبقى فيها تنازلات اخلاقيه ضد تعليم ربنا. فكانه واحد بيبتدي بيته، بيبتدي حياته بمصيبه بشر، وبعدين عاوز بركه ربنا. طب ده منين يعني؟
هتيجي بركة ربنا وانت ابتديتها اساسا بتقول له ابعد عني. فاحيانا بتبقى اخطاء مستفزة، وفكرة ان احنا نبص لبعض ومين عامل ايه وانا لازم اعمل زيه، برضو دي مبدأ يعني يدل على ان احنا مش فاهمين يعني ايه مسيحي. مسيحي يعني مختلف، يعني هو اللي ينور العالم ما يعملش زي العالم. يعني اللحظة دي بيتنسي كل الكلام ده. طب ما هنعمل ايه يعني غير ان احنا نفضل نقول وننبه؟ واحيانا تبقى المشكلة في الكبار واحيانا في الشباب. بالظبط، ساعات الشباب يبقى متدين والكبار بيجبروهم يقول لك هياكلوا وشين، وساعات العكس يبقى الكبار متدينين ومتشددين يعني عاوزين يمشوا صح، والشباب عاوزين يتمنظروا قدام اصحابهم. هي في الاخر روحانية يا دكتور، يعني هي قضية دايما روحانية. الناس لما تخاف ربنا هتحسب كل خطوة، لكن لما خوف ربنا يروح هتبص تلاقي كل يوم مصيبة أكبر وتنازل أكتر. طب ما هو كمان الطرف الآخر، يعني أسرة الطرف الآخر، أسرتين بتتصاهر، قد يجوز أسرة أكتر من الأسرة التانية تدينا وعايزة كده، فبيبقى في ضغوط. شوفي معلش، أولا من البداية احنا بننصح أي شاب أو شابة اختار اللي هياخدك على السما مش اللي هيضيع منك السما. فلو هو اختيار سليم من البداية، الاتنين بيخافوا ربنا، التفاهم أسهل. يعني في حتة صغيرة كده حتة كده بس تتفاهم، إنما لو شرق وغرب لا، تبقى من البداية القصة ملهاش لازمة، لأنه اللي هيحط ده على ده، دول ناس كل تفكيرهم دنيوي ودول ناس روحيين، يبقى من البداية المشروع مش مظبوط. يعني يا رب يكون اللي سمعنا محتاج لإجابات عن كده علشان نستفيد، لأن منظر أفراحنا الحقيقة كمسيحيين معصر. ناهيك عن كده ومظهر اللبس وشرب الخمر في الأفراح، حاجات محزنة يا دكتورة، وربنا يرحمنا لأنه احنا بنشوف تأديبات ربنا على الحاجات، ولازم الناس تخاف من تأديب ربنا، لأنه اللي بيجمد قلبه ده وبيغلط براحته وبيستحل أمور ده فقط خوف ربنا، ومخيف هو الوقوع في يد الله. يعني بلشاصر تجاسر وشرب خمر في أواني المذبح، طب ما هي نفس القاعدة، تخيلي دول طالعين من قدام المذبح، راجل ومراته لسه طالعين من قدام المذبح، هم نفسهم هياكل مقدس، يقوموا يشربوا خمر يوزعوا خمر. دي غلطة بلشاصر اللي مات ليلتها واللي ظهرت الايد كتبت على الحيطة كلام مرعب. اذا ربنا بيزعل من الحاجات دي طبعا، واللي هم بيتجسروا ويعملوا الكلام ده بقلب جامد هم مش عارفين ممكن يحصل معهم ايه. لازم الناس تخاف، لانه ده بيجرح المسيح لو المجد اللي علم عكس كده وهم محسوبين عليه، ممكن يتقال علينا بسببكم يجدف على اسم الله. أنا في حلقة من الحلقات يا بونا اتكلمت عن الاحتشام، وجالي إيميل يعني غريب جدا جدا من الصعيد ومن أسيوط، قال لي أنا مبسوط قوي أنكم بتتكلموا في القاهرة عن الاحتشام، لأن الموضوع ده وصل لحد عندنا وأصبحوا البنات عندنا يعني بيتجرأوا رغم أن احنا صعيدة ولينا تقاليدنا أنهم يلبسوا ما لا يليق. للأسف سلوكياتنا بتتحكم بالثقافة مش بالتعليم. فاحنا لما كانت الثقافة المصرية متشددة قوي كنا متشددين، دلوقتي الثقافة منفتحة زيادة ففي ناس متفرنجة زيادة. الحقيقة لا ده صح ولا ده صح، التعليم المسيح نفسه مش مرتبط بالثقافة. الاحتشام فضيلة مسيحية، الزينة زينة الداخل، خوف ربنا بيحكمنا، لا كمن يرضي الناس بل كمن يرضى الله. مبادئ الإنجيل لا واضحة، لا يقول صعيدي متشدد ولا يقول متفرنج، دي مبادئ مسيحية. فطبعا اللي بيحصل ده غلط، وللأسف في رجالة أنا مش عارف إزاي يعني بياخدها فعلا على كرامته ويسمح لبناته أو مراته تبقى يعني مجال للنظرات. هذه حاجة غريبة يعني، وهل دي هي دي التطور يعني؟ وإحنا بنبص على السماء، فالناس اللي عاوزة تركز في السماء والحياة الأبدية اللبس ده يعني مش شغلها. والمسيح قال لا تهتموا لأجسادكم بما تلبسون، فكنا بقى نركز في اللبس والموضة ونجيب أغلى حاجة
يبقى احنا خلاص ركننا ربنا، مش مهم رأيه خالص، رأي الناس ايه، والناس كل يوم تغير رأيها، يخلي الناس تنفعنا في الاخر. فطبعا دي مأساة الحقيقة، وانا رأيي ان احنا كلنا ككهنة لازم هنشد، واللي يزعل يزعل، لانه في الاخر الحقيقة الناس فاكرة ان دي يعني شطارة انه كبروا دماغكم، كبروا دماغنا، وتعليم المسيح نوديه فين، والتقوى نوديها فين. طب امال احنا هنقف قدام ربنا نتسأل في الاخر؟ في دور اساسي للام يا ابونا لازم ترجع له تاني، انها ما تسمحش لبنتها. انا لما بسأل البنات بيقولوا هو ده اللي معروض في السوق، هو ده اللي بيتلبس. فيعني برضو يرجع الترزي تاني على فكرة. بس يا دكتور عاوز اقول لك ان شباب كتير كويس، سوري يعني، لو شافوا البنات لابسين كده يبصوا لهم بصة وحشة، لكن لا يمكن يرتبط بواحدة فيهم، على عكس ما البنات بتفتكر. في بنات فاكرة، وامهات فاكرة، انها لما تلبس على الموضة قوي ده اللي هيجيب لها العريس الكويس. الحقيقة مش هيجيب لها عريس اللي هو خالص. طبعا طبعا، لانها بعد كده ممكن يتغير. بص لانسانه، ولا بص للفضيله، ولا بص للبيت، ولا اذا كانت نظرته جسديه ده هيطلع انسان مش عريس خالص يعني. فاحيانا احنا بنفكر بطريقه ارضيه جدا. الحقيقه لازم يعني الناس تقود حمله ضد ده، خصوصا تساعد الكهنه فيها، لان هم بيزعلوا من ابونا لما بيقول كده في الكنيسه. ربنا يرحمنا. نيجي لسؤال اخير عن قانون الإرث في المسيحية، عشان القانون ده شغل ناس كتير قوي، حيث ان احنا احيانا او معظم الوقت بنتبع شريعة البلد اللي هي قوانين الاحوال بتاعة البلد، انما المسيحية بتقول ايه؟ بصي حضرتك، احنا عندنا في الفكر المسيحي ليس رجل ولا امرأة، عندنا مساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. فاول مبدأ مسيحي ان الولد زي البنت في تقسيم الميراث. في مبدأ أعلى من كده، هو مبدأ الحب، والحب معناه كل واحد عاوز يدي مش ياخد، ده أسمى وأعلى. في مبدأ آخر هو أن الرجل ومراته كيان واحد، الرجل لو توفى مراته هي تملك كل شيء، هي عاوزة توزع لبناتها أو أولادها توزع، لكن الحقيقة لو احتفظت بحاجته مش غلط، لأن في الآخر الرجل ومراته كيان واحد. إذا احنا تفكيرنا المسيحي مختلف عن الدنيا اللي حوالينا، وعندنا الميل الطبيعي ندي مش ناخد، وده اللي بنشوفه في البيوت المسيحية التقية، أنه الراجل يبقى عنده بنات يبقى مش عاوز يدخلهم في مشاكل، يكتب لبناته كل حاجة في حياته. الأم يبقى جوزها يتوفى تقول أنا مش عاوزة حاجة، الحاجة ليكوا يا أولاد، هم اللي يقولوا لها لا يا ماما الحاجة ليك انت، تبقى دي اللغة. الولد يبقى راجل يقول لا الحاجة حاجة البنات، أنا عصامي أنا اللي هدور على نفسي، البنات ياخدوا حاجة أبوهم، هم اللي إيه أولى. اللغة دي هي لغتنا، وده تفكيرنا المسيحي، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، يبقى كل واحد بيقدم التاني مش بيقدم نفسه. مفيش فكرة الحق إيه، لأن فكرة الطلب الحق المادي بالذات غالبا وراء طمع، وراء أنانية. لو المعايير دي كلها شغلتنا المفروض ما نحتاجش حتى للقضايا بأي درجة، لأنه هنخلص حالنا جوانا ومحدش هيختلف مع التاني. لو واحد بقى بيفكر بشكل دنيوي عاوز ياخد حق اخواته، أنا رأيي أن اخواته يمشوا بالمثالية المسيحية، من أراد أن يأخذ ثوبك اترك له الرداء أيضا. ليه؟ ربنا هيعوضك أضعاف وهو حسابه عسير. لو احنا فاهمين ربنا صح، الواحد ما يقاتلش على فلوس، ما يقفش قدام أخوه في محكمة أبدا على فلوس، إما كانش هيكسبه بالحب وبالكلام الطيب يرجع ويخسر ويتظلم، وربنا هيعوضه كتير. أما اللي هياخد حق مش بتاعه ده حسابه رهيب. وبالتالي لما نرجع خوف ربنا، خلاص اللي عاوز ياخد حاجة مش حقه ده هياخد نار في بيته، مين يستحمل نار في بيته؟ والتاني اللي مظلوم متأكد ان ربنا في ظهره مش هيسيبه، وده اللي بيحصل فعلا. لو تركنا الإيمان على جنب خلاص بقينا زي بتوع الدنيا، خلاص بقى نفكر بطريقة الدنيا. ما هو الأرض يوم ما تقسمت بين إبراهيم ولوط عمل إيه؟ إبراهيم يحق له الكل، انما بمنتهى السلاسه
اختار يا ابني، خد اللي يريحك. لا تكن مخاصمة بيني وبينك. بالظبط كده. رجع جه على نفسه قوي، ربنا اداله الارض كلها. ولوط طلع بعدها بكام سنة خسران كل حاجة حتى بيته. يبقى اللي بيقاتل على ورث ده هو مش عارف انه بيدخل نار على بيته وقد يفقد حياته الأبدية. إنما اللي بيجي على نفسه بيتظلم ده عند ربنا بيكبر قوي. المسيح اتظلم وبالتالي عارف يعني إيه ظلم وحاسس بالمظلوم وبيكافئ المظلوم. بس الفلوس يا مونة برضو يعني بالنسبة للزمن ده يجوز إن في طرف كان محتاج يعني لو يتنازل عن اللي كان في إيده ما يعيش بحسرة بعد كده هوت بالنسبة للاحتياج. سيما معركة روحية دكتورة. ليه؟ حضرتك عارفة إنه افرض في فلوس وجات أمراض شديدة مش هتاكل كل الفلوس. بالضبط. افرض جاء فلوس وعيل من العيال مشي خالص راح السماء، طب الفلوس هتنفع في ايه؟ كلنا عندنا معنى البركة، فاهمين ان بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. لو انا نسيت مفهوم البركة هتبقى الفلوس حاجة كبيرة قوي ومهمة قوي وبحسبها بالقرش وازعل عليها قوي واقول لو كان عندي ما كنتش احتاج. دي لغة الدنيا. شوفي مبادئنا احنا توصل للرهبنة. الرهبنة اول خطوة اسمها ايه؟ فقر اختياري. الناس دي كانت شبعانة قوي ثابت عشان تعيش لربنا. طب ما كناش احنا رهبان على الاقل يعني يبقى عندنا من ريحة التقوى دي ان الواحد ما يجريش على فلوس ولا يتخانقش على فلوس ويبقى فعلا يدوق بركة ربنا، واللي بيعمل كده بيدوقها. أنا عارفة أن الأسئلة كتير وتعبناك يا وتسابونا، ولكن يعني وقتنا في الحلقة دي خلص، وعلى وعد بأن احنا هنستكمل الحلقات القادمة إن شاء الله. شكرا ليك يا مونة. شكرا يا دكتور. أعزائي المشاهدين، على وعد بلقاء آخر في أسئلة الإيميلات إن شاء الله زي اللي انتوا بعتينها، وأكيد دلوقتي هتزودوا زيادة إن شاء الله، نستكمل في الحلقة القادمة بإذن الله. شكرا لكم لمتابعتكم وإلى اللقاء.